جايدين السلام عليكم، كي نتوما لاباس عليكم؟ مزيانين، نتمنى نكون تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في نهار جديد وفيديو جديد. النهار جبت لكم واحد الاكله موسميه اللي غتكون في فصل الشتاء بزاف، واللي هي البقول. وخليكم معنا تشوفوا كيفاش هنجمعوها ونغسلوها ونطيبوها ان شاء الله. الله السلام. نبقلو نبقلو باش نقيو البقول، ودشيت بها مزيانين ان شاء الله. ان شاء الله يا صافي دابا محمد ديك الخبيب نستيتو العيد على حساب صافي يا خي. هذيك يا خي فيها الغاز، فيها الغاز، فيها الغاز، نقطعوها بالشفرة باش ما يطلعش فيها الغاز. شنو هذيك يا حميضة؟ بيضة. هكا محمد الموس قطع بالموس وحط القاضي. قطع شي بالغاز خصهم شوية ما يطلعش بالغيص، ما يكونوا غسلوها ما يعطلوناش. جاي زرافة شفت انا ديك الاسرة معي الزرافة مليه. اهم حاجة في البقول هي حميمة. حميمة غزاتني. انت قداش هي انا الدنيا عامرة بالغاز. فطلع ما المسوقة شي يدهن انا خلي ماتي نقبضه. تمام تمام مغية. شنو هادي؟ اسرع مغية. اسرع اسرع هادي اسرع وها في البقول. هي الشوك هذه هي اللي هذا ما يدك بها. هي هذه اللي طالعة في السماء. هذه كبيرة لقي الشوك. والغيص الدنيا مغيصة. واخا خرجت القيلة البلاصة ما شتا شي داغي. ها هما يما هنايا. ما احنا خصنا نصاوبو بزاف.
نطيبوها في الكسكاس دي ديال الكانون. قي اختي قي الكسكاس الضباب الحالة الشتاء. هذا مزي ولا فزدوش؟ شوف تقطع على فين واحد وراهان. بنيو حنا يمشي يجيبو. بنيو. فين عم يحشو المضروبة هنا؟ دابا كما تشوفوا جمعنا البقول كما تشوفوا يعني نعمروا عليه من الماء شفتوها من هنا في البير. انا ضربه لا ضربت دابا ديك البقول شحال من خاص لقيت الليل صبت انا ثلاثه الخاصله رجعت نطلع الدار عاود نشدهم في الدار انا خليوني في السلام لنا في الدار ونغسلوهم في الدار ونعاودو خصهم يبقاو عليه بالماء صافيين انا ما تضرع ما في من غيث بزاف خصهم ضروري خص عليه في الدين خايد ربي خايد ربي الماء الحمد لله ها واحد الغلمه مجي مجي اشرب لا لا طش يا دليله دليله محمد هذا هالشي هالشي نندم حلو يا راه ماشي بحال أرى محمد يستان شله يلا دابا نطلعو بحنم شنو يبقى لهم ما السمن ما يقولون طيبوها ها اين عزيزك اليد ديك الشفره كيفاش رجعت بالخضور هذا البقول عمرنا البانيو تبارك الله بالبقول لو باقي شويه راه
علاش غنقيلو هي العواد؟ باش ديك البقوله جم نفسين ما يغلقوش ما يغلقش الكسكاس. ديك الاول من هذيك غيهبطو تحت يغلقو. بسم الله نقول قيلوا له جين من جين هذا مش ما يخرجش جين يغلى طب نمشي وجي جلس ما قرساش مزيان لا ولا ولا هيدا رؤية هيدا رؤية حي ضروري قفلوا على البرمه ها ضروري قفلوا على البرمه هي تقول البرمه قفل على البرمه اه كيف هو حتى في نفس الطريقه دابا بعد ما طابوا لنا البقوله وما طابوا دابا دابا نوريكم كيفاش نشحروا عندي هنا شويه الزيت كما تشوفوا الطاجين عندي فيه شويه الزيت ونقطع فيه شويه الثومه شويه الزيت بلدي ونقطع فيه الثومه ضروري ونخليوها تتشحر شويه الثومه ديك الساعه نعاودو نقيو البقول هاهي الثومه تشحرت دابا خصني نحط عليها البقول نقدر شويه الملح شويه الكمون شويه الابزار التحميره نعصروا لي شويه الليمون نقطعه خلاص ونخليوهم يتشحروا دابا اول غدا ديالنا وجد هي البقول سخونين مقيني والزيتون والحار ديشي اللي يمشي مع البقول ايوا بالصحه